بدأت العلاقات بين السعودية وإيران تأخذ منعطفات ومشاهد مختلفة بعد ثورة الخميني عام 1979 الذي كان من أهدافه حينها تصدير الثورة إلى دول الجوار، فبات يطغى على علاقات البلدين حالات من الصدام أحياناً والتفاهم أحياناً أخرى والصعود والهبوط أيضاً، ليبدأ العام الجديد وتبدأ معه مرحلة جديدة من القطيعة التامة. أبرز محطات علاقات الرياض وطهران في هذا التقرير. يعود تاريخ العلاقات الإيرانية السعودية الرسمية إلى العام 1929، لكنها كانت موجودة قبل هذا التاريخ وغلب عليها التوتر والعداء حينا والتقارب والمجاملات حينا آخر. طبعت علاقات البلدين بحالة من التوتر بشكل واضح في العام 1979 بعد نجاح ثورة الخميني ومحاولته تصدير الثورة إلى مختلف دول المنطقة، والتي بدأت باندلاع الحرب العراقية الإيرانية في العام 1980، فما كان من السعودية إلا أن وقفت إلى جانب العراق، والتي أدت إلى حالة من التوتر الشديد بين الرياض وطهران، ولد على إثرها مجلس التعاون الخليجي. شهد العام 1987 توترا كبيرا وصل إلى حد قطع العلاقات بين البلدين بعد مقتل 400 حاج إيراني في السعودية، ليمنع بعد ذلك الحجاج الإيرانيون من الحج مدة 5 سنوات. طرأ تطور على علاقات البلدين مع تولي هاشمي رفسنجاني مقاليد الحكم في إيران عام 89، ففي عهده بدأت السياسة الخارجية الإيرانية تميل إلى كفة النهج البراغماتي مع السعودية، غير أن الانطلاقة الحقيقية لتحسن العلاقات بدأت مع فوز صاحب سياسة نزع التوترات محمد خاتمي برئاسة البلاد عام 97، والتي توجت بزيارة خاتمي إلى الرياض عام 99. الفترة الذهبية بين البلدين لم تدم طويلا، فالغزو الأمريكي للعراق كان أحد الأسباب المهمة لبدء مرحلة فتور العلاقات بين البلدين، خصوصا بعد تسليم الأمريكيين إدارة العراق إلى جماعات شيعية موالية لإيران، ليعود التوتر ويطفو على السطح مع فوز أحمد نجاد في الانتخابات الرئاسية عام 2005، فالغزو الأمريكي ساهم بطريقة أو بأخرى في إطلاق يد إيران في منطقة الشرق الأوسط. وكان الربيع العربي بمثابة الضربة القاضية في خاصرة علاقات البلدين، فإيران بدأت تصول وتجول في مختلف دول المنطقة من بغداد إلى دمشق ولبنان والبحرين وأخيرا اليمن، وتحديدا الوصول إلى الحدود السعودية الجنوبية، فكانت الحزم في آذار 2015 ومن بعدها الأمل بقيادة السعودية ضد ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح، لتعود القطيعة التامة بين البلدين في بداية 2016 بعد إعدام السعودية ل47 شخصا بينهم رجل الدين الشيعي الموالي لإيران نمر باقر النمر، والتي على إثرها أحرق متظاهرون إيرانيون السفارة السعودية في طهران واعتدوا على قنصليتها في مشهد، لتعلن السعودية عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران ومعها العديد من الدول العربية. مشاهدينا، أناقش هذا الملف مع ضيوفي هنا في الاستوديو دكتور عبد الله الشمري الباحث في العلاقات الدولية. أهلا بك دكتور عبد الله، وأيضا ضيفنا السيد موسى الشريفي الخبير بالشأن الإيراني. أهلا بك سيد موسى معنا مجددا في آخر الأسبوع. لعلي أبدأ الحديث معك، رأينا توتر العلاقات بين إيران والسعودية وكل ما جرى على خلفية إعدام نمر النمر، برأيك ما هي الدوافع الحقيقية لإيران على مدى كل ما جرى، كل المراحل التاريخية بعد ثورة الخميني إلى الآن، ما هي دوافعها الحقيقية في منطقة الخليج وفي مواجهة المملكة العربية السعودية بشكل خاص؟ نعم، إيران في البداية حقيقة يعني إيران انطلقت بعد الثورة بشعار تصدير ثورة، اللي هو شعار يعني الحركات الإسلام السياسية التي بدأت عمليا بالحكم الملالي تقريبا بالمنطقة، فهذا الشعار يعني شعار يعني إيران تقصد من هذا الشعار تغيير الأنظمة بالمنطقة،
وكانت الحرب الإيرانية العراقية التي استمرت 8 سنوات يعني بناء على هذا الشعار، وكان شعار إيران العراق ثم فلسطين، يعني هذا شعار لمدة 8 سنوات. بعد أن انهزمت من العراق وبعد بعد أن صارت هذه التطورات و يعني سقط النظام العراقي، حصل نوع من الفراق ناحية استراتيجية المنطقة، حصل نوع من الفراق بالمعادلات السياسية. فالمملكة العربية السعودية كونها يعني دولة مقتدرة ويعني هي تشكل أهم يعني دولة للعالم الإسلامي بحيث موقعها يعني مهبط رسالة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، فإيران تحاول يعني تكون معادية لهذا المكانة السعودية، المكانة للمملكة، وتحاول بشتى الطرق بنعرات طائفية، يعني سياسات يعني زرع الخلايا، تفجيرات، دعم الميليشيات بالمنطقة، وهذا يعني تتبعه من خلال سياسة طائفية مريضة بقيضة لا يمكن أن 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 يعني تصل إلى 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 شيء من الاستقرار يعني بالمنطقة. لديها أهداف واضحة وأهداف مبطنة تحت شعار الطائفية. نعم، سوف نعم. أعود إليك بهذه النقطة، ولكن أنتقل إلى ضيفي الدكتور عبدالله. دكتور، برأيك هل دول الخليج والمملكة العربية السعودية تحديدا تأخرت بالاستجابة لهذا الخطر الإيراني الذي كان يحدق بها منذ زمن طويل؟ طبعا بداية كنت تابع العنوان الحلقة، أنه هي فعلا العلاقات السعودية الإيرانية هي كانت علاقات خصومة سياسية، وحتى اللحظة هي خصومة سياسية. إدخال العامل الطائفي على العلاقات السعودية الإيرانية تم بعد الثورة، وكان فقط زيادة وإعطاء نوع من القدسية من الجانب الإيراني، أما الخصومة أساسا ما بين إيران وبين المملكة العربية السعودية هي خصومة سياسية وخصومة تاريخية. الطائفية ليس لها علاقة على الأقل من وجهة نظر المملكة. طبعا لا شك أنه حصل تأخير، يعني ثقي تماما إيران الآن تحاول أن تظهر بقوة. سر قوة إيران الوحيدة في الماضي وفي الحاضر وأخشى أن يكون في المستقبل هي بسبب عدم التعامل الجدي معها. دول الخليج عندما تحركت المملكة العربية السعودية نحن لا نشاهد إيران في وضع صعب جدا ومحاولة عزل جديدة. لكن أنت تتصورين لو أن المملكة العربية السعودية استخدمت فقط ما يسمى بالدبلوماسية، قضية مبدأ المعامل بالمثل، يعني لو فكرت المملكة العربية السعودية مجرد تفكير باستخدام نفس الأسلوب الإيراني في التدخل في الشأن الإيراني، ثقي تماما أن إيران ستدخل في أزمة قد تلجأ ربما إلى 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 القدوم سياسيا المملكة العربية السعودية لإيقاف، لأن إيران وكما الضيف الكريم يعلم أكثر مني ربما هي عبارة عن مشكلات فسيفساء مختلفة ومتناقضة، وبالتالي لو تدخلت دول الخليج أو المملكة العربية السعودية في الشأن الإيراني ستدخل إيران في أزمة سياسية قد تنتهي بتقسيمها خلال سنوات قليلة، ليس لا أقول بإحداث هزات بل بتقسيم إيران. هل من الممكن أن يحدث هذا التدخل؟ سوف أعود إليك، يعني إلى أي متى يمكن لدول الخليج والمملكة العربية السعودية أن تحتمل ما تفعله إيران؟ تحديدا هذا الموضوع تغذى كثيرا بعد الربيع العربي، ولكن سيد موسى ذكرت موضوع مهم وهي موضوع تصدير الثورة. هل الولايات المتحدة الأمريكية ساعدت إيران في فترة ما في هذا الموضوع، وتحديدا بعد أحداث 11 سبتمبر هل فعلت ذلك بشكل متعمد برأيك لإدارة أزمة من نوع ما؟ أنا باعتقادي أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني أكثر ما يهمها هي مصالحها بالمرحلة الأولى، يعني لا تعير اهتمام كثير بما يدور بالمنطقة حسب التجارب التي يعني نشاهدها الآن، موضوع سوريا، موضوع العراق، لما تركت العراق للمالكي وذهب الأمريكيون ماذا حصل بالعراق، والآن يعني حتى الموقف الأمريكي تجاه الحوثيين لما يعني دخلوا ولم تحرك ساكنا، لولا المملكة العربية السعودية لكان اليوم اليمن بيد إيران، وكانوا الإيرانيين يعني يتباهون بمجيء الحوثيين وسيطرتهم على باب المندب وهذا الكلام. الثورة الإيرانية أيضا، الثورة الإيرانية يعني احترافات آية الله منتظري ومقابلته الأخيرة قبل لا يتوفى مع بي بي سي قال إن الأمريكان كانوا متواطئين مع الخميني على
يعني هذا اللي حصل بإيران، يعني ذهاب الشاه ومجيء الخميني، وكان يعني مجيء الخميني أنذاك يخدم المصالح الأمريكية بسبب الحرب الباردة والتوجه الإسلامي، وكانت إيران بها تيارات تقدمية اشتراكية شيوعية، فكان الخميني أحسن للأمريكان من الشاه، حيث كيسنجر بأيام الأخيرة من مما كانت أيام الشاه الأخيرة قال جملة معروفة الآن في كل يعني المحطات يذكرونها، قال الخميني كل شيء والشاه لا شيء، هذا الخميني بعد باريس. فبالتالي الأمريكان لا يهمهم ماذا يدور بالمنطقة، الأمريكان يهمهم أنه مصالحهم. الآن التقارير تفيد بأن أمريكا يعني بيعها للسلاح خلال السنوات الثلاثة الماضية من الربيع العربي وظهور داعش وهذه التوترات بالمنطقة، يعني بيع قياسي يعني رقم خيالي. فأنا باعتقادي الأمريكان ليسوا جادين بحلحلة القضايا بالمنطقة لا من قضية فلسطين، ولا يعيرون أي اهتمام لأصدقائهم، وهذا ما تفهمته العرب. ولكن الآن العرب وبقيادة المملكة العربية السعودية لن يضعوا مثل ما نقول يعني بيضاتهم في السلة الأمريكية، خلاص يعني العرب هم عندهم، وحتى الأمريكان اعترفوا أنه عاصفة الحزب كانت لهم مفاجأة. فبالتالي أنا أعتقد الأمريكان يعني الآن خاصة اليوم كيري كان يتكلم أنه بضع أيام وينتهي التوافق مع إيران، يعني الأمريكان يريدون مصالحهم، وإيران بالنسبة لهم يعني سوق كبير إذا بقي النظام، يعني إيران متوحد ومنسجم هو سوق لهم، وبالتالي يجب على العرب أن لا يراهنوا على الأمريكان أكثر مما راهنوا عليه. إذن دكتور يجب على العرب أن لا يراهنوا على 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 الولايات المتحدة الأمريكية، كيف تنظر إلى هذه النقطة وكيف تنظر إلى يعني المستقبل القريب؟ لأنه سمعنا تصريحات ولي العهد السعودي عندما تحدث للصحافة الغربية قال لا يوجد حرب مع إيران، ولكن أيضا لا يوجد توتر وتوتر عالي المستوى، كيف تقرأ الوضع؟ بالنسبة للتصريحات طبعا سمو ولي العهد السعودي أنا شخصيا كنت معها قبل أن يعلنها. السبب أن هناك محاولة إيرانية وغربية لشيطنة المملكة العربية السعودية خلال الأسبوع الماضي، والادعاء بأن المملكة العربية السعودية هي تريد أن تفجر الوضع الطائفي في المنطقة. فهي طبعا حركة ذكية، أنت طبعا في السياسة كما في الحياة لتستخدم العصا إذا استطعت قدر الإمكان ضد خصمك وتضربي ضربة موجعة على رأسه، ثم ما تلبثين يفترض أن تنقلبين بإخراج الجزرة، وهذه طبعا دليل ثقة وقوة. وبالتالي المملكة العربية السعودية الآن أنا أزعم أن أفضل الآن ربما فرصة، وأنا أتكلم من وجهة نظر سياسية بحتة، لمستقبلا ربما وجود توافق سعودي إيراني، وأنا هنا لا أتفائل، هي هذه اللحظة. السبب هي عودة التوازن للعلاقات الخليجية الإيرانية والسعودية الإيرانية. في الماضي لم يكن هناك توازن، والسبب أعود وأكرر لم يكن قوة إيران بقدر ما كان انشغال دول الخليج. بكل صراحة بغض النظر عن أحداث 11 سبتمبر وغزو الولايات المتحدة للعراق، لكن أيضا دول الخليج وكما نشاهد نحن الآن مثلا في الإمارات هي دول مشغولة بالتنمية، دول مشغولة بالبناء وبالتعليم وبالصحة، لا يمكن أن تقارن وضع المواطن الخليجي أو حتى العربي في وضع الإيراني. إيران دولة مهووسة بإفقار وتجويع شعبها وبالتالي تصدير الأزمات للخارج، ولعل الضيف الكريم يعرف هذا الأمر أكثر مني. وبالتالي أنا هنا لا أدافع عن دول الخليج، لكن في الماضي بكل صراحة دول الخليج كانت مهتمة بالتنمية وبالعلاقات الدولية، لم تكن تريد أن تصرف المال فقط لتصدير لنقل النزاع تجاه إيران. لكن منذ عام تقريبا المملكة اتخذت المبادرة في السياسة، إيران ثقي تماما هم من الذكاء والمعرفة بأنهم يعلمون التحول السياسي الذي حصل في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج. نحن شاهدنا كانت الدول مستعدة، تصور جزر القمر جيبوتي الصومال السودان فورا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران. هناك أيضا لا أريد أن نقول ربما طائفيا وأنا طبعا ضد هذا الأمر، لكن لو لاحظتي كان هناك نوع من الهبة والنشوة السنية في العالم العربي أن المملكة العربية السعودية هذا ربما الجبار العربي الكبير تحرك، وعندما تحرك اهتزت إيران. ثقي تماما عندما يتصل وزير الخارجية، وأنا لا أقول هذا الأمر لأنني سعودي طبعا، عندما يتصل وزير الخارجية الأمريكي وعندما تبدي عواصم أوروبا قلقها
هي عرفت أن إيران في وضع صعب جدا. ووزير الخارجية الأمريكي صرح صراحة، أنا رصدت طبعا تصريحات من باكستان، بكين، كازاخستان، ألمانيا، تركيا، هي الآن قلقة بسبب التوتر السعودي الإيراني، وأنا أزعم بكل أسف أنه قلقا على إيران وليس ربما فرحا بالوضع الجديد. دكتور، ألا تخشى المملكة العربية السعودية أن تلعب إيران ببعض الأوراق في المنطقة، تحديدا بالدول التي تتدخل فيها، يعني ذراعها في لبنان، حزب الله، وفي سوريا، والقضية الأبرز التي كنا يعني ننتظر حلحلتها هي القضية السورية التي إيران والسعودية جزء من الحل تجاهها؟ بغض النظر، إيران ثقي تماما، سواء كان المملكة أصبحت حازمة أو غير حازمة، هي ستلعب بأوراقها. إيران دولة لن تتوقف، سواء كانت المملكة ضعيفة أو قوية. لكن أنا الآن أقول الكرة في مرمى الدول العربية. الوضع الإيراني بالمناسبة، في أنا لاحظت تصريحات ذكية من وزير الخارجية السعودي لتلفزيون CNBC أشاد بروسيا والدور الروسي الجديد في سوريا. هي طبعا هذه ضد إيران تقريبا. نحن نعلم الآن، وأنت ربما تعلمين أكثر مني، أن الدور الإيراني في سوريا خلال 6 شهور الماضية لم يكن الدور الإيراني قبل سنة سنتين. صحيح. وأيضا للأسف الشديد، قوة إيران كانت بسبب ضعف التنسيق السعودي التركي تحديدا في سوريا، لكن الآن يبدو أن هناك مزاج يتشكل قد يؤدي إلى تنسيق سعودي روسي أمريكي لصالح الأزمة السورية، وقد تكون الخاسر إيران. أما فيما يتعلق بلبنان، فمع التقدير طبعا حلفاء السنة أو حتى غير السنة في المملكة العربية السعودية، السعودية في إيران، في لبنان، هم الذين انشغلوا بالمال وانشغلوا بأشياء غير جدية، فيما انشغل الطرف الآخر بأمور سياسية، وبالتالي كسب الحليف الإيراني. أما المملكة فكانت تدعم حتى الميزانية اللبنانية، ولذلك لو تلاحظين الليرة اللبنانية في وضع جيد بسبب الدعم السعودي. إذن الآن إن شاء الله أن هذه الهبة وهذا النفس الجديد ربما يؤثر على الجميع، وبالتالي أنا أزعم أنه لو استمر هذا الأمر فإيران ستعيد حساباتها. وهم بالمناسبة، أنا أختم ختام مهم جدا، أنا أدرس السلوك السياسي الإيراني جيدا. الإيرانيين لا يمكن يواجهون المواجهة مباشرة، فإذا ما شعروا، هم يستخدمون طبعا البروكسيات ويستخدمون الأطراف الأخرى، إذا ما شعروا أن القوة أصبحت أمامهم سينسحبون. هل تتوقع سيد موسى انفراجه بعد هذا التصعيد السياسي؟ لأنه كما ذكر الدكتور عبد الله بأنه دول الخليج غيرت من نهجها، والمملكة العربية السعودية التي دائما كانت ما يعني تستخدم الدبلوماسية في تعاطيها مع الملفات الإقليمية، الآن يوجد حزم ويوجد أيضا تنفيذ عسكري، يعني نرى تحالف عربي، نرى عاصفة الحزم التي سبقت هذا التحالف. هذا النهج كيف سوف تقابله إيران التي دائما ما تحول الصراع إلى صراع مذهبي تحت غطاء صراع قومي أكثر من ما هو مذهبي، وأنت تعرف هذا الشيء أكثر مني. مثل ما تفضل الدكتور، أولا إيران كان عندها هذا الانطباع بأنه العرب وخاصة دول الخليج يعني لا تريد التدخل في إيران. هذا الانطباع سائد، ويعني الكل الإيرانيين متفقين عليه، تيار يمين ويسار وإصلاحي ووطني وقومي وكلهم، فهم يعني كانوا يعتقدون بأن هذا التوجه العربي ويعني احتواء إيران وكفاف شر إيران هذا يعطي امتياز لإيران لتبقي مهاجمة وتأخذ يعني بعض الامتيازات من خلال جيوبها، مثلا حزب الله بالعراق، الميليشيات، الحشد الشعبي العامري وغيره، فلبنان حزب الله، بسوريا النظام، وهكذا. نعم. الآن بعد عاصفة الحزب تغيرت، يعني المعادلة تغيرت والتوازن تغير. الآن هم كانوا يرون بأن خروج العراق من التعادل والتوازن الإقليمي سوف يسمح لهم باللعب بالمنطقة كيفما يشاءون، ولكن ظهور المملكة العربية وتشكل يعني القوة العربية الموجود، ومن ثم يعني فكرة تأسيس جيش إسلامي ضد الإرهاب، هذا كله يعني وضع إيران إلى مكانتها، ويعني جعل إيران أن 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 العالم يعرف حجم إيران. إيران كانت بالآونة الأخيرة تلعب على ورقة الإرهاب، وكانت تطرح نفسها كبديل، يعني كل التصريحات الإيرانيين من خامنئي إلى ظريف إلى روحاني
كانوا يلعبون بورقة الإرهاب، الإرهاب، وإنهم يريدون أن يجعلوا أنفسهم شركاء مع القرب ضد الإرهاب، والإرهاب بالمفهوم الإيراني يعني داعش وبالتالي السنة، بالتالي السنة. ولم يقولوا عن إرهاب مثلا الحشد الشعبي، إرهاب الميليشيات في سوريا، هذه الورقة أيضا لم ينتصروا بها الإيرانيون، بل العالم يعني خاصة بعد ما المملكة العربية يعني عرفت الإرهاب ووضعت يعني أسماء الجماعات الإرهابية وقالت بصراحة أن الإرهاب لا مذهب له. ممكن للشيعة يكونون إرهابيين وللسنة، ولكن هذول لا يمثلون الطائفة الطوائف الإسلامية. فبالتالي هذه الورقة انسحبت من إيران. أنا باعتقادي إيران الآن تحاول خاصة هي مقبلة على صراع انتخابات بين الإصلاحيين، صراع محتدم بين الإصلاحيين والمتطرفين. لو فاز الإصلاحيون يعني في مجلس الخبراء وفي مجلس البرلمان، ممكن تعيد إيران سياساتها وتتخذ خطوات تختلف مما عليه الآن. أشكرك على وجودك معنا سيد موسى الشريف الخبير بالشأن الإيراني. أيضا أشكر ضيفي دكتور عبد الله شمري، شكرا لك دكتور، الباحث في العلاقات الدولية، شكرا لكما على وجودكما معنا. مشاهدينا مستمرون معكم ونتابع في ثالث ملفاتنا لليوم. شخصية الأسبوع الجهادي جون، ما هي أسباب عودته إلى الواجهة من جديد، ولماذا شغل الصحافة الغربية؟